شيلنا بسرعه على موهبتك مال الغناء شلون بلشت. اوكي انا من كان عمري خمس سنين سته خلينا نقول، كنت دائما احب اتفرج على الافلام هاي الموسيقيه مال ديزني، وكنت دائما بعدين احب روحي ديزني للبصره ولا ترجعني. قوي كملي اي زين. وبعدين كنت دائما اقفل الباب زين مال غرفتي وقفل الباب والله بسرعه اي اوكي هاي الحركه كلش مهمه زين. وكنت دائما اغني بغرفتي اخذ المعطر زين والزمه ويجي اسوي كانت واحده منهن حفله نهايه السنه قبل سنتين كانت كلش حلوه لانه غنيت كانت عندي يعني اصدقائي كانوا هم يرقصون ورا وهاي كانت اجواء غير كلش حلوه تونس واكيد شارجه من غنيت السنه اللي فاتت الفيديو مال شارجه فوق من اروع الفيديوهات كله انا وساندرا التحضيرات والحفله مالتها وبعدين رحنا مو فيديو كلش حلو لازم تشوفه شوي طويل بس كلش حلو. عندي انت عندك حفله قريبه؟ نعم احكي لنا شويه عليها. اوكي الحفله هي يوم 28 10 فاذا تبدو تروحون تشوفون المكان يعني وهاي كل شيء المعلومات كل شيء على محطوطات على الانستغرام مالتي. راح اغني فد ثلاث اغاني او اربعه خلينا نقول. الايفنت اللي صار راح اغني به اسمه دبي ديزاين دايز والمكان راح يكون دبي ديزاين ديستريكت اللي هو مكان جديد اللي اشتغل بفوفو اصلا. ساندرا راح تغني على الستيج مال يوتيوب وراح يكون كل اليوتيوبرز موجودين من ضمنهم انا وهيلا تي في وبن باز وواي واي 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 ناس راح يجون مشاهير من اليوتيوب وساندرا راح تكون عندها فعالية موسيقية بهذا اليوم فندعيكم كلكم يوم الجمعة اذا تساكنين بالامارات او جايين زيارة تجون يوم 28 يوم الجمعة نتونس كل احنا وش نسوي؟ لا هي راح تغني غير اغاني مو طرططه يعني. اوكي شنو هسه شنو برنامج اليوم؟ برنامج اليوم يعني برنامج اليوم يعني شنو You bring my heart defu because outside buried and I want to have in love you a lot to say hello نعست كل ما نايم اهداء خاص الماما اغنية حنينة أرد أراوي الرقة والسعادة بهاي الأغنية. تفضل. طول عمري بخاف من الحب سرت الحب هي 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 وكل أحبابه أبينا نع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 
يعني جوجو جو سوف قد ما اعشقه بس احيانا اقول ليش قلبي يعني ليش هسه الساعه بالأربعة بالضبط بلشت هذا البلوك كلش متاخر وعندي هواي اشياء لازم اسويها لازم اروح على حموش وبعدين نوصل ساندرا لبيت هبه اروح انا حموش نشتغل بعدين نرجع على هبه ناخذ ساندرا نرجعها البيت اروح للجيم ورا الجيم التقي ويا بابا وعمو ضياء ومهند يعني الام محترقه هذا الذيب جاء احنا هسه احنا هسه بالعشر دقائق الذهبيه مال دبي اللي هي الشمس بعدها ما نازله كلش بس جاي تنزل بهاي العشر دقائق تشوفون عمارات كلها ذهبيه تشوفون سيارات كلها ذهبيه وتشوفون الشمس تروح وتجي وتلمض يعني تلمض 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 هيك تسوي هاي اشاره مال اي مو هي الشمس قبل ما تنزل طيشاره لان الشمس هنا محترمه تطيشاره يلا تروح قابل مثلكم للسادة الثانية بدون إشارة. أدرى؟ يس. سلمينا على هبة. يس.
الله يسلمك. يلا مع السلامة. اجينا المكان ما اعرف بالضبط شنو اسمه، بس مرة رواء جابني اليه اللي هو قدام بيتهم. حموش هذا شفته على الانستغرام، باعوا ايش كونسبت انه تجون تشربون قهوة وتقرون. لقطة رومانسية ونواصل. يوم رقم 4 الجيم والدايت. زلاطة زلاطة زلاطة، ومقاوم ومتونس وبصراحة مرتاح. مدى احس انه ضاغط على نفسي. لا تنسى الدجاج. دجاج. ليش دفعت الحساب؟ ورا ما يدفع الحساب، ليش دفعت الحساب؟ ليش ما خلاني اغلف؟ هاي فوفو على التليفون راح اروح البيت. هسه دقة سرعة خفة حرارة هسه. والله هذا حجم قلبي، بس جيب التفتهم. الاشياء اللي احنا ممكن يوز از كامبين. اصدق مشتاق لك. ابو جويسن مشتاقي لك، شخبارك؟ وهم بعد مره حموش يريد يخسر على الفيفا. احكي الصدق لك، احكي البارحه ايش صار. والله انقهر عليه من اشوفه هو يسوي الاكل لنفسه. جاي تسوي؟ بس ما افتهم ايش جاي تسوي. هذا اكل حتى واحد لا يسحب كرشه بعد. ماكو بعد كباب، ماكو بعد لحوم، كلها سلطات. صحيح والله. والله مع السلامه. ساندرا هسه خابرتني رايحه هي وهبه وريم دبي مول اللي هو هنا، راح اروح عليهم اخذ ساندرا للبيت واطلع. ما اعرف شلون حالفنا الحظ انه انا وساندرا نقدر نطلع نفس الطلعات ومعاشرين نفس الناس، لان انا بعمرها ما حد كان يطلعني يوديني ويجيبني ونصادق نفس الاصدقاء. ف ملاحظين كم مره ابدي جمله ما اعرف اكملها واقول ف شلون تونست اليوم؟ كلش تونست. اوكي ادز لك فاتوره بعدين على مود هاي الطلعه. حلو. ثانك يو. اللقطة اللي قبلها على اساس انهي بيها الفلوج، بس بعدين ذكرت انه اكو موضوع كلش مهم لازم احكي بيه وياكم، فنمت وقعدت وهسه لازم اجي للسيارة لان نسيت الستاند مال هاي الكاميرا، فعلى مود اثبتها على مود من احكي وياكم تكون ثابتة. الموضوع المهم هو انه انا كبرت بثقافتين، الثقافة الاوروبية والعربية، وذني الثقافتين كلش مختلفات. باوروبا الناس كلش متفتحين على كل المواضيع وماكو موضوع تابو. تابو هو يعني الاشياء اللي ما نقدر نحكي بيها، العيب او ما اعرف، الناس تتحاشى تحكي بيها. هذا الشيء عندنا المجتمع العربي، هاي مواضيع ما نطرحها وما نفتحها وما اعرف ليش، فاردت اخذ هاي الفرصه انه عندها القناه واحكي بهذا الموضوع. احنا بشهر العاشر، شهر العاشر مخصص عالميا اللي هو شهر سرطان الثدي، او بالاحرى الشهر اللي لازم نقاتل ونحكي به بسرطان الثدي. واتمنى انه الله يبعد كل نساء عن هذا المرض، بس لازم نحكي بهذا الشيء. صورنا فيديو انا ولطيفه ستيبسس طلع لكم فوق عن هذا المرض وشلون واحد يقدر يتفاداه وشلون واحد يقدر يعالجه. فاتمنى انه مجرد حب استطلاع تروحون تشوفون شنو الاشياء اللي نسووها، لان بالنهايه كل نساء العالم هن امهاتنا واخواتنا. ولؤي بدا يدخل بالرومانسيه زايده بالفلوك. او ماي جاد. المهم اتمنى لكم كل الصحه والعافيه، والله يبعدكم عن كل شر. كل شر كنشاسا. كنشاسا مدينه بكونغو. المهم امود عليكم، احبكم، دباكم على نفسكم. ما يعني صعب بالنسبه لي انه انهي الفلوج، لان احس انه تشرح يقطعون المغذي عني. هسه